السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوف كيفية التسجيل بالتفصيل في لونيفرسيتي دو مونكتون. إذن لونيفرسيتي دو مونكتون متواجدة في مقاطعة نوفو برانزويك، يعني هذه مقاطعة كندية متواجدة في أقصى شرق كندا. إذن راح نوريكم في مابس جوجل باش تكون عندكم فكرة وين جاية لنوفو برانزويك. هاي لكم كندا، هذه كل كندا، وهنا تلقاو مقاطعة نيو برانزويك أو لو نوفو برانزويك باللغة الفرنسية. المقاطعة هذه تحدها من الشرق مقاطعة ليل دو برانس إدوار، ومن الجنوب لا نوفال إيكوس، ومن الشرق كاين الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعة لومين تبع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا باش تكون عندكم فكرة فقط. إذا هنا راح نبداو عملية التسجيل، نروحوا للموقع مباشرة. راح نخليكم موقع الجامعة في صندوق الوصف باش نسجل عليك، يعني نسهل عليكم عملية التسجيل. إذا هنا رانا في صفحة اليونيفرسيتي، نجيو هنا مباشرة، جو في اون دوموند بوغ لا بروميييغ فوا، نضغط على كومونسي. إذا هنا اون فا كريي ان اي دو كونيكسيون، ان نيب، كونفيرمي نيب، يا با دو بروبليم. إذا هنا ديرو ان نوم ديتيليزاتور، ان نيب، ونضغطو على اوكي. إذا هنا نضغطو على كونيكسيون، veuillez saisir les informations de connexion pour un utilisateur existant ou pour un nouvel utilisateur, mais pas les deux. OK. إذا هنا نضغطو على commencer pour la première fois. On va modifier un ديرو par exemple. نديرو ان نديرو ان مود باس وما ننساوش. نعاود نكتبوه، نضغطو على كونيكسيون، إذن هنا نجاوبو على بعض الأسئلة. سيتوي ريزيدون permanent canadien, merci de choisir Canada dans le menu déroulant. حنا نخيرو الجزائر، كل واحد يدير البلد يعني تاع الجنسية تاعو، ويضغط على continue. إلا في حالة الناس اللي عندها إقامة دائمة يفون شوازيغ كندا، باقي الحالات دير بلد الجنسية تاعك، تضغط على continue. merci de choisir le cycle d'études، premier cycle baccalauréat، deuxième cycle maîtrise، troisième cycle doctorat. اوكي، سيكل ديتو. اذا احنا راح نديرو بروميي سيكل، ونضغطو على كونتينيي. لا سيسيون دادميسيون نديرو لوتون 2023. انا ندخلو الاسم تاعنا، ندخلو اللقب تاعنا، ونضغطو على رومبليغ لا دوموند دادميسيون. إذا هنا نضغط على أدرس، نديرو الأدرس تاعنا، المدينة تاعنا، لا بروفانس، هنا نديرو أوكي باسكو هادو لا باز دو دوني عندهم لي ستازوني، أوكي، وعندهم كندا. إذا حنا نديرو أوكي، نديرو الكود بوست تاعنا، نديرو البلد تاعنا. ونضغط على continue. هنا نحط الكورييل تاعنا، لو جونغ ماسكولين و فيمينان، لا دات دو نيسونس، تاريخ الميلاد، ونضغط على continue. سيتوينتي نون كنديان، يعني بعض الأحيان إذا نسينا إجابة راح يخرج لكم هنا أون روج، دونك مكاش إشكال. ستاتيو كندا فيزيتور إكسيتيرا نون ديتيرميني، لأنه حنا مازال ما عندناش ستاتيو، رانا خارج كندا بالنسبة للناس اللي عندها
يعني الفيزا اتيديون اكسيتيرا يفون شوازيغ اون فونكسيون دو لا سيتياسيون، كل واحد يجاوب حسب الحاله تاعو. يعني هذا هو مثال فقط عام، بصح انتوما رايحين تجاوبوا حسب الحاله تاعكم بطبيعه الحال بين تاع بين سيتوانيتي وبين تاع يعني وزدنا بين تاع وزدنا وسيتوانيتي وشنو الجنسيه عندنا. لونغ ماتيرنيل اراب، كل واحد يجاوب حسب الحاله تاعو. بروغرام ديتود، admettons, on va faire par exemple baccalauréat, كمثال فقط باش نديرو شوفو انا programme d'études dans la pièce on va campus choisir président dès que vous regardez votre choix ok et un retard on va modifier ok c'est bon انا راح نخيرو واش حابين نقرا ok و il faut pas tarder ok vérifie bien واش كاين comme disponibilité par exemple on va mettre gestion internationale. On va voir à la continuer. On a le code, on a maintenant, je viens de voir, dit, pas trop ça, yani, les écoles à Canada, qui marquent le chauffe. Ok. Manjaro, qui me fait la prendre. هاي صلحتنا اوكي صلحتنا نديرو هذا كمثال فقط اوكي فينالمون لقيت الكود مام كي درت يعني الجزائر. في حالة انك ما تلقيش ما تلقاش لو ليسي تاعك واش دير؟ تكتب ديريكتومون هنايا سي ليكول سكوندير اون انتروفابل راح تعمرها هنا، لانه اذا كانت موجوده في لا باز دو دوني تاعها راح تخرج لك اوتوماتيكمون مع الكود تاعها. اذا كان ما كانش لي كود تاعك مش مشكل، راح ديرها مانيوالمون. اذا ما تخلقوش روحكم، سوا تخرج لكم اوتوماتيكمون سوا ديروها مانيوالمون. لا ديرو اوكان باسكو انا في الجزائر. وقت جبتو الدبلوم تاعكم ديرو كمثال فقط في سبتمبر 2022 ادميتون سبتمبر 2022 نديرو كونتينيي province de l'institution. Anna, sélectionnez, c'est bien qu'on se fait des codes facultés, les facultés. Anna, ok, c'est parfait. Donc, Anna, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, ok, à chaque fois, il y a la base de données, il y a deux. Anna, par exemple, Alger, on dit, ok. Anna, comme je vous ai dit, je vous ai dit, les universités, les deux, je vous ai dit, comme je vous ai dit, كما قلت لكم اذا ما لقيتوهاش في لا باز دو دوني سي با غا، راح ندخلوها مانيوالمون. هنا باش نربحوا الوقت برك، كي نلقاو باز دو دوني راح تعمر لنا المعطيات مباشره. نديرو بار اكزومبل جويلي فريكونتاسيون كي اون ميتر اكتوبر. نديرو وقت بديتو الدراسه وقت كملتوها بطبيعه الحال septembre 2022 admettons un exemple هذا فقط date d'obtention du diplôme octobre du diplôme tag un exemple فقط. Est-ce que vous avez effectué vos études postsecondaires en français et après tout le référentiel dire oui et après tout le référentiel dire non. يعني كل واحد يجاوب يعني حسب الحالة تاعو دايما يعني نعاودها باش مطيحوش في الأخطاء. بوغس اكتيف تاعك اون انسيمون اون كاربازون ديفتور تي بون تي بون اكسبتي و تتخكا كونتاكتي باغ لونيفرسيتي باغ ليتر وي ناكسبت باش الجامعة تتصل بينا بطبيعة الحال. هنا اون اكسبتي نديرو وي هنا تقدرو تقراهم يعني الجمل بيان و بعد ديرو كونتينيو. Allez, sur le net, qu'est-ce que c'est maintenant de l'université de Moncton sur internet, que l'on a dit déjà bâtiré. Avez-vous déjà fréquenté l'université? Non. Avez-vous déjà fait une demande d'admission? Non. Il y en a un à faire, qu'est-ce que tu vois à la terre comme? On va voir la continue. Là, on va vérifier les informations. Le nom, que je m'accueille, je fais Wallou. Ok. Le nom à l'essence. Ok, c'était le contrôle.
Ok, déjà là, cliquez si vous avez des questions ou tout, vérifiez des informations. Ok, j'accepte. Soumettre la demande d'admission. Et bien là, on va vérifier l'information. إذا كان يعني هناك أخطاء صلحوهم، إذا كان ما كانش أخطاء رايحين ديروا سوميتر لا دوموند دادميسيون في الجامعة هذه. هنا كما راكم تشوفوا فوتخ دوموند دادميسيون a été bien soumise. Merci d'avoir choisi l'université de Moncton. Vous recevrez un courriel avec plus d'informations dans les prochains 24 heures. إذا هنا تمت عملية التسجيل بنجاح. وقالوا لنا بلي بعد 24 ساعة ولا 24 ساعة راح يجينا كويال افيك بلوس دو ديتاي، يعني جو بونس راح يجينا كويال بطبيعة الحال باش يطلب منا باش نسلكو يعني حقوق دراسة الملف. كما راكم تشوفوا دوموند دادميسيون اون كور. اذا راح نشوفوا الايميل تاعنا اذا كان بعثوا لنا يعني ايميل. شوفوا هنايا Votre demande d'admission a été soumise. Merci d'avoir choisi l'Université de Moncton. Vous recevrez un courriel avec plus d'informations dans les prochaines 24 heures. Et là, à la TSG de Ouali, on va vous attendre. يعني انه الجامعه تتصل بكم باش تعطيكم يعني المراحل المقبله. اذا بالتوفيق للجميع والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.